صباح الخير لك كمان ولا مشاهدي مورنينج توك. اليوم نحن موجودين بمنطقة مرمخايل، وتحديدا مثل ما ذكرت يعني مبادرة غير كل المبادرات، هو مطبخ فعليا أكسس كيتشن، بيسعى لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدا النساء ليكونوا أكثر هن عم بيشتغلوا وهن عم بيطلعوا مدخولهم الخاص. رح نعرف أكثر عن هيدي المبادرة ورح نفوت لقلب المطبخ ونشوف كيف بتتم جوا هيك التنسيق وكل شيء بيناتهم، ولكن قبل رح يكون معنا رئيس الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين سيلفانا لقيس. صباح الخير، خبرينا شوي اكثر لو سمحتي عن اكسس كيتشن. اكسس كيتشن هو معبر لينقل النساء اللي عندهم اعاقه من حاله العزل والحرمان من فرص العمل والعيش باستقلالية للانتقال للعمل والمشاركة والارتكاز على الحقوق. أكسس كيتشن هو نموذج يعني بدرنا لأنه نعمله مباشرة من بعد انفجار مرفق بيروت، لحتى نكون واقفين حد أهلنا اللي تضرروا، خاصة النساء اللي عندهم إعاقة. النساء اللي عندهم إعاقة بيواجهوا 3 مرات أكثر بطالة بالعمل، يعني صعوب بيلاقوا صعوبة ليوصلوا للعمل، بيواجهوا عنف منزلي واجتماعي وتمييز أكثر بكثير من النساء غير المعوقات. وفي نظرة سائدة بالمجتمع إنه المرأة اللي عندها إعاقة ما فيها تشتغل، ما فيها تكون منتجة، ما فيها تحقق ذاتها. فالتجربة هون يلي بتضم 60 امرأة معوقة من كل المناطق وخاصة منطقة المرفأ وكمان من كل الإعاقات. صحيح، من كل الإعاقات، هذا اللي بدي أذكره معك، يعني هيدا كمان نقطة كتير مهمة، لأنه كمان في كمان هم بيجي التنسيق دوره أساسي والتدريب كمان أساسي حتى يكونوا عم بيقدروا هن هالنساء ينسقوا بين بعض ويكونوا عم بيشتغلوا سوا. نعم مزبوط. يعني لما بقول الأكسس كيتشن هو نموذج، هو نموذج لأنه كيف وسائل التدريب، كيف كيفية تأسيس المطبخ بطريقة يقدروا الكل شو ما كانت إعاقتهم يقدروا يشتغلوا ويقوموا بدورهم بدون أي عوائق. فكان في تكييف لطريقة العمل وتكييف للأماكن وكمان تكييف لإدارة المطبخ. والمطبخ اليوم في أشخاص عندهم كف بصر، أشخاص إعاقة ذهنية، أشخاص عندهم إعاقة نطقية وحركية، اليوم كلهم مع بعض ومع أشخاص غير معوقين كمان عم يشتغلوا ليطلعوا بحدود 300 وجبة أكل يومياً. هذه الوجبات تتقدم مجاناً لأبناء المجتمع بالمنطقة المحيطة يلي تضرروا من الانفجار واللي عندهم صعوبة بالوصول لسبل العيش. وهيدا كمان عم بيضوي على جانب آخر، إنه النظرة الخاطئة يلي بتقول إنه المرأة المعوقة ما فيها تشتغل، الناس عم تتفاجأ إنه الأكل عم بيكون كتير طيب والسرعة بالإنتاج عم بتكون كتير مهمة والتعاون ما بين كل الثقافات. نحن يعني من أهم شيء عنا إياه بثقافتنا الحقوقية إنه نكافح كل أشكال التمييز، كان عقائدي، طائفي، اجتماعي. فكمان بهذا الجانب هذا المطبخ هو كتير نموذجي، وهذا المطبخ اللي نحن فيه اليوم هو يعني نواة لمطابخ تانية بلشنا نأسسها بزحلة وبسور، وقريبا رح نفرض حالنا ضمن السياسة الاقتصادية الجديدة، بحيث انه ما فينا نعمل اقتصاد بيعمل ازدهار اذا ما كان بيرتكز على الدمج، واكسس كيتشن هو نموذج للدمج. صحيح اللي عم تذكريه سيلفانا، وعلى كل حال نحن عم نشوف نحن والمشاهدين هيدا الشيء. بس قبل ما انتقل لعند تنحكي مع بعض النساء يلي عم بيشتغلوا هون بالمطبخ، في نقطه كثير مهمه انا حابه احكيها انا وياك. النساء يلي عم بتبلش من هون عم تنطلق وعم تتوظف غير مطارح وعم تنخرط بالمجتمع، يعني هيدا خلينا نقول مثل ما انت ذكرتي جسر عبور وكانه مدرسه لهم عم بتخرجهم على الحياه وعلى المجتمع برا. نعم،
كتير بسرعة بدي أقول إنه كل فترة بيتخرج 20 سيدة من المطبخ، فريق العمل المتخصص بيعمل لهم فرص عمل بأماكن الضيافة والسياحة وغيره. يعني المطبخ هو معبر، هو جسر عبور لنروح على حياة دامجة مستقلة متكاملة، وكل ما طلعوا 20 بناخد 20 جداد ليتدربوا وليتهيئوا بنفس الطريقة، وهيك منكون مش بس عم نساعد يلي عم يجوا على المطبخ مباشرة، منكون عم نساهم بتأسيس سياسات وطنية اقتصادية دامجة تسمح لنا نروح على الازدهار وعلى السلام، لأنه ما فينا نعمل تماسك اجتماعي إذا ما كان كل التنوع عم بيشارك بالمجتمع عامة. مظبوط، شكرا لك سيلفانا. من عندك رح نتوجه لنكون عم نحكي مع بعض هالنساء يلي عم بيشتغلوا بالمطبخ بأكسس كيتشن، يلي مثل ما ذكرنا هو جسر عبور لألن، عم بيدربهم وعم بيعلمهم على الطبخ وعلى مهنة هيك تكون خاصة فيهم إلهم. رح تبلش من عند ميرنا. ميرنا يلي عندها إعاقة مزدوجة، عندك بتر برجلك وعندك شلل أطفال. ميرنا خبرينا كيف أكسس كيتشن ساعدك بحياتك؟ كتير ساعدني بحياتي، أعطاني بوش لقدام، لأنه كنت أنا قبل قاعدة بالبيت ما عم بعمل شيء، وكل ما أروح لمحل ما بيرفضوني لأنه أنا على الكرسي، فأنا عطيوني بس جيت لهون عطيوني أمل أنه صير أشتغل حتى لو أنا على الكرسي. فأنا بس جيت لهون حسيت أنه حالي تغيرت أول شيء نفسيتي، لأنه كنت عندي نفسية تعبانة وكنت دلني قاعدة بالأوضة. نفسيتك تعبانة لأنه ما عم تشتغلي وما عم بتلاقي شغل، وحاسة حالك شوي غير عن المجتمع. هون بأكسس كيتشن أثبتت أنه لا، أنت جزء كتير كبير من المجتمع ودورك كتير أساسي. وكمان بالبيت ما كانوا يخلوني أعمل شيء ولا أمسك سكين ولا شيء، هون تعلمت أمسك السكين وكيف أهرم وكيف. يعني هلأ بالبيت صاروا بيتكروا عليك بالطبخ يعني؟ أكيد. شكرا لك ميرنا. رح ننتقل من عند ميرنا لعند كريستين يلي هي رح تكون كمان عم تخبرنا. كريستين خبرينا عن حالتك شوي. أنا هون اتطورت، بجيش 7:30 لهون، تعلمت كتير قصص، صرت أعرف أعمل أطبخ، تحملت مسؤولية كبيرة، وأنا كتير أنه مبسوطة أنه لأنه بهيدا الشيء، لأنه صار في عندي تطور أكتر من قبل، لأنه قبل كانت ولا شيء، هلأ صرت أحلى من قبل وأكتر من قبل. يعني كنت حاسة بمسؤولية أكبر دجا، يعني حملت مسؤولية وكنت حاملتها، صرت يعني كبرت أكتر من قبل، وأنا مفتخرة بهيدا الشيء أنه صار عندي مسؤولية كبيرة، وعرفت قيمة المسؤولية اللي هي اللي متحملتها، اللي كنت ما كنت أعرف شو هي المسؤولية بالمجتمع، بس هلأ صرت عن جد أنه افتخرت بنفسي وافتخرت بحالي أنه أنا لا كنت بالأول أقول ما كنت أنه صرت قاعد أنه كنت أتضايق قبل أقول ليش أنا ما بتحمل مسؤولية من على صغر؟ لا، هلأ بس صرت أكبر، صرت أتحملت مسؤولية أكبر، تحملت أكبر يعني من عمري، وأنا كتير مبسوطة ومفتخرة بهذا الشيء. شكرا لك كريستين. رح ننتقل من عند كريستين لعند دولي. دولي يلي بتعاني من كف بصر كلي. دولي صباح الخير، خبرينا أنت أدائك بتشتغلي بأكسس كيتشن. سالي بشتغل بأكسس كيتشن 1.5 سنة على الأد. نعم، وكيف بلشتي وكيف تعلمتي مهنة الطبخ؟ كنت بالأساس أنت تطبخي أو هون بأكسس كيتشن تعلمتي؟ لا، أنا كنت أطبخ ببيتي كست بيت إلي ولأخواتي، بس أكيد المهارات والأشياء التانية تعلمتها هون بالأكسس كيتشن، وكان شيء كتير حلو وفخر لألي بهالشي. نعم، شكرا لك. اذا يعني مثل ما شفنا اكسس كيتشن ومثل ما ذكرت سيلفانا ايضا هو جسر عبور للنساء ذوي الاحتياجات الخاصه، حتى يثبت انه هن اشخاص قادرين انه يكونوا وينخرطوا بالمجتمع. عوده لاستديوهات الـ LBCI.